مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم دوار الكنيست. مشاهدينا الكرام، اليوم يسرنا ويسركم أن نستضيف عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة السيد جمعة الزبارقة. مساء الخير. مساء الخير لك وللمشاهدين. الانتخابات خلصت وضايل، خلينا نقول خبط العصا، كمان أسبوعين إن شاء الله منخلص. الحمد لله، يعني انتهت الجولة الأولى ونحن بانتظار الجولة الثانية على الأبواب، ونأمل أن تمر يعني بخير. على لكل الوسط العربي، يعني لا يوجد هنالك أسباب بأن لا تمر بخير. إن شاء الله بتمر على خير أستاذ جمعة. إن شاء الله. طيب مشاهدينا الكرام، تعالوا وإياكم ننتقل إلى الجزء الأول من هذه الحلقة وهي لمحة سريعة. أستاذ جمعة، أنت اليوم تحت الأضواء، ولكن في سؤال اللي أنا محيرني ومحير كثير من اللي متابعينك أو من مؤيدينك أو غير مؤيدينك في الوسط العربي. وأنت انضم للعمل السياسي جمعة الزبارقة؟ أنا انضميت للعمل السياسي في سنين تقريبا من 88 وأنا ناشط سياسي واجتماعي. في أي حزب؟ في أي مجموعة؟ أنا يعني أولا أنا كنت ناشط اجتماعي في عدة مجالات، من سواء التربية والتعليم، سواء الصحة، سواء في الثمانينات 88-90 كنت ناشط في الحزب الديمقراطي العربي، ومن ثم استقلت منه بعد ثلاث أو أربع سنوات. ومن 99 وأنا ناشط سياسي في إطار التجمع الوطني الديمقراطي. كيف انضميت للتجمع؟ انضميت للتجمع يعني على أساس الطرح الذي طرحه التجمع الوطني لدولة المواطنين بالأساس. وكان لي لقاء يعني مع الدكتور عزمي بشارة في رهط في أحد المحاضرات الشيقة والكثيرة التي كان يقوم بها على طول البلاد وعرضها، ووقتها أن يعني قررت الانضمام، لأنه يعني اقتنعت ببرنامج التجمع الوطني الديمقراطي بصراحة. غير السياسي أستاذ جمعة الزبارقة، من أي خلينا نقول من وين أنت انطلقت يعني ك؟ كنت أعمل في المجال الطبي. أنا عملت ما يقارب 18 عام في المجال الطبي، درست في الجامعة إدارة خدمات صحية في جامعة بن غوريون، وعملت حتى عام 2012 كمدير في منطقة النقب في مجال صندوق المرضى مكابي. وأيضا يعني أنا من جندة، كنت قد جندت قبل قانون دخول قانون التأمين الصحي انضمام الناس إلى كوبات خولي مكابي، واستطعنا أن نجند ما يقارب 10,000 مؤمن إلى هذا الصندوق. تحكي عن النقب؟ عن النقب تحديدا، من أجل فقط سبب واحد ووحيد، هو خلق تنافس في البلدان في النقب، لأنه كان هنالك فقط صندوق المرضى العام إكلالية. إحنا رايحين نحكي عنها طبعا في ملفنا المركزي بالنسبة للصناديق المرضى، ولكن خليني بدي أخذك كمان على هلأ كمان جزء من هذا البرنامج اللي هو اسمه سرك في بير. في هاي الفقرة أستاذ جمعة إحنا من نريحك هلأ، يعني بدناش الحكي بيني وبينك، المشاهدين بدناش إياهم. لا، في سر في حياتك اللي إحنا منعرفوش حابب تحكيه، شو؟ لا أنا إنسان بطبيعتي يعني شفاف وبطبيعتي صريح، ولا يوجد أسرار في حياتي. أنا الذي أتحدثه تحت الطاولة أتحدثه. طيب أيضا جمعة أنا بدي أحكي لك إياها، كل اللي كانوا قبلك واللي رايحين يجوا بعدك بقول لك أنا لا ما فيش عندي سر وبحكي بشفافية، وفي الآخر منطلع منه سر. أنا بدي أطلع من جمعة الزبارقة اليوم سر اللي أنا بعرفوش والمواطنين، سر حلو ممكن. أنا بصراحة ما يعني لم أتوقع حتى السؤال هذا، يعني شو سر؟ لا يعني هذا لا أعتقد أنه من يأتي إلى التلفزيون لمقابلة
ليأتي ليتحدث عن أسرار. سياسي محنك جمعة الزبارقة، سياسي محنك. الله يخليك. طيب تركب خيل، بتسبح، شو اللي بنعرفوش عنك؟ لا يعني هاي أنت تتحدث، هذا ليس سر، هواية يعني بمعنى. لا لا سر، بجوز الناس، بجوز ابن المثلث أو ابن الجليل ما بيعرف إنه مثلاً جمعة الزبارقة. أنا ابن المثلث بيعرفني جيد. يا أخي مع تعدد الزوجات ولا ضد تعدد الزوجات؟ لا بكل صراحة أنا ضد، يعني ضد تعدد الزوجات بكل تأكيد. وأنا لدي زوجة واحدة فقط يعني، لا مش لا ناوي لا أنوي تغييرها، لا أنوي. هي زوجتي الأولى وهي زوجتي الثانية وهي زوجتي الثالثة. حلو. هذا واحد. اثنين، أنا تعلمت الثانوية في المثلث. بس أنت بتطلع عن العرف البدوي بكل تأكيد، ولكن هذا لكل قاعدة في شواذ على ما يبدو أنني أنا مش. وين درست الثانوية؟ أنا درست الثانوية في المثلث في الطيبة من لحد عام 78، انهيت الثانوية 77 78. وأنا أسكن في النقب ولكن روحي جليلية، يعني أنا بطبيعتي أحب الجليل، أنتعش في الجليل، أشعر الانتعاش وعروبتي في الجليل. حلو. والجليل بحبك جمعة. وأنا أحب الجليل كثيرا. طيب بتمنى إنه يكون هذا سر أعجب المشاهدين. أنا هذا ليس سر، هذا حتى إنه هو نقباوي وروحه في الجليل. نعم. طيب على ما يبدو خلينا نتقدم طبعا للفقرة التالية وهي أكبر إنجاز. جمعة الزبارقة، أكبر إنجاز اللي أنت بتعتبره فعلا وبتعتز فيه، بتقول فعلا أنا أنجزت. شو أكبر إنجاز؟ هو يعني حتى الآن، حتى الآن وأنا أتحدث بكل بساطة وبكل صراحة، هو أن يعني أتيت بهذا العالم 9 أولاد، يعني 4 بنات وخمس أولاد. الله يخليك. من تعلم استطعنا أن يعني نعلمه، ومن أراد أن يتعلم ومن أراد أن يعمل استطعنا أن نساعده، سواء بالتوجيه أو بالإرشاد أو حتى بالمساعدة هنا وهناك يعني. والحمد لله منهم 6 متزوجين، هذا مشروع حياتي. والآن هنالك يعني نقدر نقول جد اليوم؟ نعم، أنا جد وحفيد، يعني أحفادي 14 والحمد لله، وأنا فخور وأحب أحفادي كثيرا ومرتبط فيهم بشكل. أنت استلمت كعضو كنيسة قبل سنة ونص تقريبا؟ تقريبا سنة ونص. سنة ونص كلهم أجوا على الكنيسة وقت حلفان؟ لا طبعا لا، أنا يعني أنا وقت يعني القسم لم يأتي أحفادي طبعا، وأولادي حتى مش كلهم، يعني 2 أجوا منهم، ولكن أنا يعني كانت ظروف استثنائية بصراحة. بالضبط كانت دخول رفيقي الدكتور باسل غطاس إلى السجن، ولم نعمل يعني حظ على الموضوع، يعني أجوا معي 6 7 أشخاص فقط. بس كيف لما أنت استلمت أو خبروك أنه أنت راح تكون تسلم محل الدكتور باسل غطاس، كيف شعورك؟ هو متوقع أن أدخل، ليس بصراحة، كان هنالك اتفاقية تناوب بين التجمع والجبهة، وأنا كنت بحكم التناوب سأدخل يعني في مرحلة معينة، أعرف حتى في شهر 7 وإيش زي هيك، ولكن أنا دخلت 4 أشهر قبل الميعاد ولم أتفاجأ. وأنا كنت يعني أعمل حتى في الكنيسة كمستشار للدكتور باسل غطاس يعني، ولكن بالصدفة أنا كنت على الدور. أنا كنت بس بتعرف إنها هي جديدة. كيف أنت شعرت من، خلينا نقول، انتقالك من مستشار لعضو كنيسة؟ لا هو ربما إنه هذا قضية المستشار يعني ساعدتك نوعا ما من ناحية تقنية، كيف إنك أنت تعرف المؤسسة هاي اللي اسمها كنيسة أو المبنى. تعلمت من خلال عملك كمستشار لدكتور باسل غطاس التقنيات، تعلمتها قبل أن أدخل الكنيسة. يعني ما كان في لك حاجة لدورة إرشاد من قبل الكنيسة؟ لا كان هو يعني جولة إرشاد مش من قبل حد، ولكن كانت جولة إرشاد مع كل مؤسسات الكنيسة، سواء مركز الأبحاث، سواء المستشار القضائي للكنيسة، سواء يعني هي جولة بسيطة. ولكن وجودي كمستشار ساعدني كثيرا في الأمور التقنية اليومية في المؤسسة التي تسمى برلمان. طيب مشاهدينا الكرام، تعالوا وإياكم نتقدم إلى فقرة أخرى وهي الإخفاق الكبير.
جمعة الزبارقة مثل ما كنت صريح معنا في السر وفي الإنجاز وفي بدنا تكون معنا صريح في الإخفاق الكبير. وين بتحس حالك أخفقت؟ يعني مشروع اللي أنت حاولت أنك بدك يتحقق وما تحقق. أنت تتحدث يعني إخفاق شخصي ولا إخفاق عام لنا كشعب كأمة؟ احكي اللي بدك إياه. اللي أنت تشعر أنه إخفاق كبير. أنا برأيي نحن وأنا يعني أيضا أتحمل المسؤولية، برأيي نحن أخفقنا كقيادة في الوسط العربي وربما حتى على أجيال قبل إقامة المشتركة، أخفقنا في شغلتين أساسيات برأيي الشخصي. يعني هذا أخفقنا في أن نخترق الشارع الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي، وأخفقنا أن نخترق الإعلام العبري الإسرائيلي سواء المرئي أو المكتوب أو المسموع. وأنا يعني بما فيه حتى أتحمل أيضا المسؤولية هاي. وأيضا أنا برأيي أنه أخفقنا أن يعني إذا بقى تأخذ على الصعيد الشخصي مثلا أنا أقر وأعترف أن أخفقنا في توقيف الهدم، أخفقنا في إقامة. أنا اقترحت اقتراح، أحد الاقتراحات كانت أنه نقيم كما ما يشبه المستوطنات الزراعية لعرب النقب، وإحنا لن نستطيع أن نقنع فيه لا وزير ولا موظف ولا إيش اسمه ولا أي مؤسسة في هذا. وبالإمكان يعني إذا تحدث وزير الزراعة اليوم عن اتفاقية بين الصين وإسرائيل بأن يقوم بزراعة 1,000,000 دونم أبوكادو في النقب واستيراد أو الكادر البشري من الصين من أجل زراعة النقب، وهذا بإمكانه أن يستغل الكادر البشري الموجود في النقب أصحاب الأقب الأصلانيين اللي هم أصحاب الأراضي الأصلانية. نعم. ويقوم بهذا العمل. يعني هذا إخفاق بالنسبة لي. إخفاق نعم. أنا باعتقادي نحن يعني نتحدث عن مجموعة ما يقارب 250-260 ألف مواطن عربي في النقب يعيشون تحت يعني في ظل سياسات عنصرية هدم بشكل يومي، والناس بالأكثرية الساحقة تعتاش بالأساس على الزراعة البدائية أو على تربية المواشي. وهذا كان به بالإمكان لو كان هنالك نوايا عند حكومة يعني طبيعية، خلينا لنقول كذلك حكومة طبيعية، بالإمكان أن يطوروا هذا الفرع أو هذا المجال حتى تعتاش منه الناس وأيضا الدولة تستفيد منه. نعم. بدل استيراد اللحوم من أوروبا. أنت حكيت عن اختراق القيادة العربية للإعلام العبري، أنه هنا كان في إخفاق، وكان نعم. في الفترة الأخيرة طبعا كان في عنا انتخابات، وشفنا في الإعلام العبري تجاهل تجاهل تام للانتخابات في السلطات المحلية العربية. بتأيد أنه شفت طبعا تتابعت أكيد يعني بتشوف انه بنظرونا يعني. هذه الحكومة يا أخي العزيز بصراحة هي تستثني العرب من كل شيء، تستثني العرب سواء في التخطيط سواء في البنى التحتية سواء في حتى في الإعلام. ما لنا مال حكومي، ما لنا مال حكومي، وهي على احنا بنحكي عن وسائل الإعلام. وسائل الإعلام لا تابعة لحكومة ولا تابعة هاي خاصة. وسائل الإعلام على ما يبدو انه وسائل الإعلام ربما أن يكون هنالك ضلع أيضا في توجهات حكومية. متأثر قصدك من متأثر من القرارات الحكومية؟ بكل تأكيد. نحن نعيش في واقع يا أخي، لا يمكن أن تبقى نظيفا في مكان وسخ، متأسف أقول لك هذا المصطلح. يعني إحنا نعيش جو عام للأسف، سواء الرأي العام سواء الحكومة سواء وزراء سواء أعضاء كنيسة يتحدثون بشكل مقرف أمام وسائل الإعلام، وهذا وسائل الإعلام تتأثر بهذا التلوث. إنه بتتجاهل المواطن العربي يعني؟ بكل تأكيد. يعني هل تعتبر إنه الإعلام العبري برضو موجه؟ الإعلام العبري ربما حتى لو لم يكن موجه، أنا برأيي إنه الإعلام العبري أيضا يتجاهل بشكل شبه مؤكد إنهم يتجاهلون العرب. وإلا لم أنا يعني تابعت الانتخابات المحلية مثلا، هذا مثال الذي تحدثت عنه. الانتخابات المحلية على طول البلاد وعرضها يعني يتحدثون عن كل الأماكن العبرية اليهودية فقط. يعني هنالك كان إنجاز مثلا في الليد 6 أعضاء، الليكود اللي هو حاكم جاب 6 أعضاء، والقائمة قائمة النداء العربي اللي هم تحالف كل العرب، ونحن كان لنا دور في هذا التحالف، كل عرب الليد تحالفوا حصلوا على 6 أعضاء. يعني هل هذا ملفت للنظر؟
ملفت للنظر. أليس ملفت للنظر؟ يعني كيف الإعلام يقوم باستثناء هذا الحدث؟ يعني مدن كان فيها تغيير جذري، يعني أيضا هنالك عشرات المشادات والعنف والطوشات للأسف في الوسط العربي، أيضا يقومون بتجاهل هذا. يعني أنا برأيي المؤسسة هي يعني لأنه صار في تغيير في بلدية حيفا، عشرات الطواقم اللي راحت وعشرات نعم الكاميرات. نعم يعني هذا مثال بسيط. الناصري ما شفناش، أم الفحم ما شفناش، راهط ما شفناش. في 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 بلد فيها الأكثرية الساحقة خرديم فازت متدينين، يعني هذا شيء ملفت للنظر. الإعلام لا يمكن أن يتجاهل، حتى وسائل الإعلام الأجنبية راحت نعم على بيت شمش صح. نعم وتجاهلوا مثلا مدينة زي الناصر، تجاهلوا شفا عمر، تجاهلوا راهط مثلا. طيب. هنالك يعني الفائز وهنالك الخاسر، وهذا شيء طبيعي. وما هو مؤلم في الموضوع يا سيد العزيز، أنه التصريحات للحكومة تقول بأنه لا نريد إبعاد أو لا نريد استيعاب العرب داخل المؤسسات، بما فيه أنا برؤيتي البسيطة أن المؤسسة هي أيضا الإعلام. طيب مشاهدي الكرام، تعالوا وإياكم ننتقل إلى الملف الأخير وهو الملف المركزي لهذه الحلقة. طيب عضو الكنيسة جمعة الزبارقة، أنت كنت جزء لا يتجزأ من منظومة معينة اللي هي صندوق المرضى إكس، أنا ما بدناش نحكي بدناش نعمل له دعاية عنا هون، وفجأة تحول جمعة الزبارقة ضد صناديق المرضى اليوم في الكنيسة. شو أهم يعني ملف اليوم أنت بتتناوله بالنسبة لصناديق المرضى في النقب؟ لا هو أو بشكل عام، بشكل عام نحن بشكل نتحدث عام. هنالك أنا لم أكن ضد صناديق المرضى ليكون معلوم، ولكن أنا مع المواطن ومصلحة المواطن اليومية. يعني إذا هنالك ظاهرة مثلا تحسين، خلينا نقول الخدمة، بكل تأكيد نحن نتحدث عن تحسين، نتحدث عن قضايا ربما يعني فيها ظلم نوعا ما إلى المواطن. يعني مواطن، أعطيك مثال بسيط، كان بيدفع على أمبولانس 500 شيكل مشان 700 شيكل، كنا 700 شيكل مشان تنقله من البيت للمستشفى. هذا في مرحلة معينة فازت شركة أخرى اللي هي صارت تأخذ 400 شيكل مثلا، صاروا دفع المواطن 200 شيكل منهم. وعندما كان صندوق مادا أو مجين دافيد أدوم كان يأخذ المواطن هذا 700 شيكل بس ما كان يتحمل، هاي صندوق المرضى كان يدفع له مجين دافيد. يعني بمعنى أنه كل مواطن يحتاج إلى نقله إلى المستشفى عليه أن يدفع 400 شيكل أو 300 شيكل. هذا يعني أصبح حمل على الناس، وبالأساس مين الذي يحتاجون إلى هذه الخدمة؟ شو عملت في الموضوع؟ يعني احنا طرحنا هذا الموضوع وشرحنا لوزير الصحة أو نائب وزير الصحة بالأحرى، وطرحناه عدة في ليس فقط هذا يعني الموضوع الذي طرحناه، وقاموا بتغيير الوضع مواضيع أخرى. يعني مثلا الباركنسون، مرض الباركنسون هو في الوسط العربي شيء شائع، مرض شائع، هو شائع بشكل عام، ولكن في الوسط العربي لا يوجد هناك يعني توعية لهذا المرض. أنا يعني رئيس الشدلالة للباركنسون في الناصر قمنا ب مرض الاف ام اف اللي هو مرض مؤلم جدا في المفاصل، هو يصيب بالاساس الشرقيين بما فيهم يعني اليهود الشرقيين في حوض البحر الابيض المتوسط، يعني شائع. يعني هنالك في العالم كله ما يقارب 12,000، اسرائيل لحالها في 2000، يعني تتصور. هذا مرض مؤلم جدا، وهنالك وتكلفة العلاج هذا المرض غالية، وكثير في كثير من الحالات لا يستطيعون تحمل تكاليف المرض. المرض مثلا مرض الأوتيزم اللي هو التوحد، مرض التوحد. هنالك كان مؤتمر في رهط في المركز الجماهيري في رهط، وحتى أجا رئيس لجنة الرفاه والعمل والرفاه الاجتماعي
اللي هو إلي ألالف، هو يعني حساس لقضايا الفقر، وأيضا هو رئيس اللجنة وهو من سكان بئر السبع على فكرة. يعني نحن وفتحنا إذن هو علاقة، مطلع اطلاع جيد على ما يحدث في النقل. نحن دعيناه يعني حتى لما قامت الجمعية بدعوته وأتى إلى هناك وتحدث وقام بتعييني لأكون في الوسط العربي رئيس لجنة استثنائية ثنائية لمرض الأوتيزم. ونحن سنعمل يعني الآن نحن نقوم بعمل أو ببناء برنامج موسع مع ميزانيات من أجل أن نقوم للدخول المساعدة في الوسط العربي لهذا المرض. يعني هذا كان غير قائم إلا بجمعية. عن طريق صناديق المرضى ولا عن طريق جمعيات؟ لا، نحن نتحدث عن طريق وزارة الصحة، وزارة الصحة، لأنه أصعب شيء في هذا المرض بأنه هو التشخيص. يعني أنت تحتاج إلى حالات كثيرة من سواء النيورولوج يعني مريض طبيب أعصاب ونفرولوج ومش يعني عدة ست أو سبع مجالات التشخيص في التخصص. وهذا التخصص مثلا المتخصصين من الصعب من الصعوبة أن تجدهم في الوسط العربي أو عددهم قليل جدا. ونحن نتحدث عن برنامج موسع، نقوم نريد أو طموحنا أن نقوم بتعبير دورات للأطباء أن يتخصصوا فيها في هذا الاتجاه. طيب، هناك خلينا نقول إنه جمعة زبارقة، بما إنك أنت من النقب، هل بتشعر إنه في خلينا نقول على الصعيد الصحي اللي أنت مجالك هذا، خلينا نقول اللي قدرت إنك تجيبه للنقب اللي ما جابوهوش قبلك، يعني في الشؤون الصحية من 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 صناديق مرضى، من ماكينات خلينا نقول، أو ما خلينا نقول مؤسسات متنقلة خلينا نقول. أولا أنا يعني فترتي في الكنيسة هي كلها ما يقارب سنة ونص. نحن طرحنا وهنالك كثير يعني في النقب للأسف يعني أين تضع أصابعك تجد مرض أو وجع. يعني إذا أخذت القرى الغير معترف فيها، فيها ما يقارب يسكن فيها ما يقارب 100,000 مواطن، لا يوجد يعني سيارة إسعاف تدخل إلى هذه المناطق، لا يوجد سيارة إسعاف، لا يوجد عيادات في هذه القرى. نحن تحدثنا حتى الآن يعني طب أنت كعضو كنيسة ممثل عن النقب، أنت ممثل الوسط العربي بشكل عام، ما نحن شو عملت في يا عزيزي؟ حتى مثلا مراكز الأمومة والطفولة، يعني توجهنا أحد المرات توجهنا إلى محكمة العدل العليا، وأقرت المحكمة بأن على وزارة الصحة أن تبني 5 مراكز للأمومة والطفولة مثلا. قامت الوزارة ببناء 3 منهن لحد الآن، 3 من 5. نعم حتى الآن. ويعني عفوا، شو الفترة خلينا نقول من حد ما طلبتوها الفترة؟ سنوات يا زلمة، شو مالك؟ سنوات على 3 مراكز. المشكلة إنه الوضع يستاء من ناحية سياسية في الحكومات. يعني الحكومات يعني كان مرة مثلا مديرة اللواء في وزارة الصحة يعني كانت على استعداد أن تستوعب وتفهم وتجلس وتقوم بتقديم شيئا ما. الآن يا رجل، مؤسسات رعاية الطفل، الأمومي، بعرفش هنالك. أنا يعني أفاجئك بأن هنالك حتى أحيانا تراجع. يعني مثلا هنالك أغلق في السنتين الأخيرتين مركزين للأمومة والطفولة في مدينة راهط، واحد منهم في اللقية. طب ليه؟ واحد أعطيك أسباب يعني تافهة لدرجة. ليش بقول لك في الآخر بتظل السياسة؟ حرقت أحد المؤسسة، أحد المباني في اللقية، وكأنه خلص يعني هذا عقاب جماعي أنا باعتقادي، وهو ممنوع حتى قانونيا ودوليا. والشيء الثاني يعني هنالك يعني الطاقم يخاف الدخول الى القرى. يعني هاي اسباب تافهه. انا جلست مع مدير اللواء بما يخص هذا الموضوع، وفي النهايه بداوا يعملوا في اللقية، يعني يعملوا بتعمير الجسم من جديد ان شاء الله. انا بتمنى انه يكون هناك طبعا تجاوب معكم. احيانا هنالك اسباب تافهه. يعني انا اذكر ايام الانتفاضه رفضوا مثلا العاملين في الكمبيوتر أن يدخلوا إلى القرى بسبب إيش؟ لأسباب أمنية، يعني أيام الانتفاضة، أيام 2000.
وتوجهنا حتى لما كنت مدير في قبة خريب، وعندما توجهنا وأصرينا على أن يأتي، يعني كانوا يطلبوا منا أن نأخذ الكمبيوتر ونوديه على نجيب عبير السبع مشان نصلحوه، يعني شيء لا يعقل. طيب وكأنه على فكرة بيزك نفس الشيء، يعني أنا كل الشركات يعني خلينا نقول بيخافوا أنهم يفوتوا على بيخافوا بس هذا خوف، يعني أو إذا فاتوا بيفوتوا مع حراس خلينا نقول. طيب أخ جمعة، عضو الكنيسة من النقب، طبعا احنا في كان عدة أعضاء كنيسة اللي بمثلوا النقب، منهم أبو عامر طلب الصانع من ال، وكان بعتقد حماد أبو ربيعة الله يرحمه، واليوم جمعة الزبارقة. هل عضو الكنيسة من النقب ويمثل النقب فقط؟ لا، بكل تأكيد لا، أنا على الأقل لا أمثل النقب، أنا أمثل يعني أنا برأيي القائمة المشتركة، ونحن قبل القائمة المشتركة نحن لسنا حزب جغرافي ولسنا حزب فئوي ولا حزب طائفي، لا نحن نعلم جيدا بأن قضايا العرب كلها متشابهة، ونعلم جيدا أنا يعني بس على فكرة أنا بدي أقول لك مش غلط، يعني بما فيه الكفاية في أعضاء كنيسة من المثلث والجليل اللي يمثلوا المثلث والجليل، ولكن اليوم جمعة الزبارقة فعلا خلينا نقول أنه بيمثل حتى المدن المختلطة اللي تدرب لي يافا. أنا حتى في المدن المختلطة أنا أتواجد حتى في مظاهراتهم، حتى في الائتلاف الذي حدث كان لي دور كبير في اللد، أنا يافا حتى في المثلث، حتى في يعني الصيادين، أعطيك مثال بسيط، الصيادين الفرديس يعني كان أي عضو كنيسة أقرب مني جغرافيا أن يمثل، كلهم أقرب منك جغرافيا. نعم، ولكن أنا تابعت، وإنت اللي اهتميت في قضية الصيادين. أنا اهتميت في قضية الصيادين واستطعت أن أجلب 2 مليون شيكل تعويضات للصيادين خلال فترة تعطيلهم الشهرين هذول ممنوع الصيد فيها. حلو. يعني هذا الإشي ولا واحد اهتم فيه إلا أنا، إلا جمعة الزبارقة يعني يجي من النقب مشان يهتم في الصيادين. وجبنا 2 مليون شيكل تعويضات للصيادين خلال فترة التبييض الأسماك، يعني هو منعوهم ليصيدوا في شهرين ثلاثة شيء زي هيك. طيب مشاهدينا الكرام، طبعا هنا إلى هنا طبعا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج دوار الكنيسة. انبسطنا معك جمعة الزبارقة. جمعة الزبارقة، رسالتك الأخيرة للمشاهد؟ رسالتي يعني أن شعبنا عليه أن يوعى ويفهم وأن يقر بالحسم الديمقراطي بلا عنف، شيء جميل الديمقراطية. هنالك شعوب تموت من أجل الانتخابات، تخرج إلى المظاهرات وتستشهد. خايف حتى من هالجولة الثانية؟ في عندك خوف من الجولة الثانية؟ بكل تأكيد، يعني الإنسان المسؤول يخاف من كل شيء، وأنا برأيي ما حدث في تل السبع هو أكبر مثال، قاموا بالائتلاف وأنهوا موضوع الجولة الثانية اللي حصل في كفر كنا. حلو لا في كفر كنا إنه اتلفوا وخلصنا اتفقوا على تناوب، ما بعرف إذا صار في كفر كنا صار تل السبع، عملوا فكرة. أنا برأيي في التغيير في الذهنية، وأنا برأيي الناس اللي قاموا بهذا العمل هو يعني مسؤولية كبيرة في هذا الظرف السيء والعنف المستشري في مجتمعنا العربي. أنا برأيي هاي حكمة. شو عملوا؟ قاموا بالائتلاف وأنهوا الجولة الثانية. ما في جولة ثانية؟ جولة ثانية يعني. في كفر كنا نفس الشيء. يعني نحن نبارك لهم، وأنا برأيي علينا أن نغير في ذهنيتنا بما يخص الانتخابات، وكأنه الانتخابات نهاية العالم. إحنا الانتخابات يوم، وهذا جميل الديمقراطية ومهم جدا الحسم، ونقر بالحسم ونستوعبه كما هو. طيب شكرا جمعة الزبارقة. شكرا لك وللمشاهدين. مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. إلى اللقاء.